كانت زيارة ديال السيد رئيس حكومة الوف بمرافق لها الحكومي المصلحة ديال الإنعاش والمصلحة ديال والمختبر كذلك المستشفى الإقليمي ديال طاطا واللي غادي يقدم خدمات جد مهمة ويقرب المسافة على المواطن ولا سيما أن كنعرفوا المسافة اللي كتربط ما بين طاطا وأكادير هي مسافة كبيرة وكتستغرق حتى 3 سوايع ونص فالحالات اللي كتكون حرجة كيخصها تعالج في عين المكان وما كتنتظر شيء فاليوم كيتوفر دونك على يعني مرافق ديال الانعاش وديال المستعجلات وكذلك المختبر اللي يمكن له يلبي جميع الحاجيات ديال المواطن مع نظام معلوماتي اللي يخول ليه انه جميع المعلومات اللي كتكون في ذاك الملف الطبي الرقمي يتوصلوا بها في اي مكان الى خصنا واحد الخبره اختصاصيه. اليوم كنتواجدوا كذلك حنا في المركز الصحي المستوى الثاني اللي فيه الخدمات ديال الطب العام وكذلك في المصلحة ديال الولادة في إقليم أقا واللي كما شفتوا الحلة الجديدة اللي كيتوفر عليها يعني الصيدلية الإلكترونية اللي اليوم كانت نموذج انطلاقة ديال هذا المشروع هذا اللي غادي يعم المغرب إن شاء الله وكانت من أقا واللي الخدمات ديالو كانت غادي تهم واحد الساكنة جد مهمة وبجودة عالية يعني شفتوا يعني التجهيزات وهذه هي السياسة ديال القرب بلغة صاحب الجلالة الله ينصرو. احنا في إطار إصلاح منظومة شاملة ورش ملكي ديال الحماية الاجتماعية وصاحب جلالتي وصي على اننا خصنا نخدموا المواطنات والمواطنين المغاربه في الاماكن ديالهم وهذا هو النموذج اللي شاهدته بعيني.